وعبر سكايب نتابع ملف لبنان مباشرة من بيروت مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رضوان عقيل. مرحبا بك سيد عقيل. يعني أخيرا بعد 13 شهرا من الخلافات والاعتراضات ولدت الحكومة اللبنانية اليوم. حسب كلام السيد عون فإنها أحسن ما يمكن التوصل إليه. بماذا يعني ما الذي يجعل السيد عون يقول عنها هذا الكلام؟ رئيس الجمهورية يقول أن هذه الحكومة أحسن الممكن لأنها حملت بمهر توقيعه ومع الرئيس ميقاتي، لكن نستطيع القول أن هذه المجموعة الوزارية هي غير قادرة على فعل المزيد من الإنتاج وما ينتظره الشعب اللبناني منها، لأنها إذا لم تكن على شكل فريق كما قال الرئيس ميقاتي فإنها لن تنتج شيئا. لابد من الإشارة إلى أن التشكيلة الوزارية جاءت بأصابع حسية، ودون الأحزاب والكتل النيابية فإن هذه المجموعة لن تصل إلى الندوة الوزارية مع احترامي لها. من الملاحظات أن العدد الأكبر منها هم من المجموعة من الأكاديميين والاقتصاديين ومن غير المسيسين، هذا أمر جيد، لكن الوزير الذي لا يتمتع بروح سياسية غير قادر على إدارة وزارته مهما كانت، حتى لو كانت وزارة الطاقة أو أي وزارة أخرى. لذلك المطلوب من هذه الحكومة أن تعمل بروح الفريق الواحد، ألا تصل إلى خلافات ومناكفات التي نشهدها في الحكومات السابقة. الرئيس ميقاتي يتعاطى بكل جدية وبكل بكل شجاعة، حيث يتحمل هذه الكأس المرة نتيجة جملة من الصعوبات التي تنتظر هذه الحكومة وتنتظر كل الأفريقاء. طيب أستاذ عقيل، تحديات مالية واضح يعني تشكل حضرتك على هذه الحكومة أنها لن تستطيع أن تعمل بروح الفريق لأنها جاءت من مرجعيات حزبية. أساسا هل يمكن لتجربة سياسية مثل التجربة اللبنانية أن تنجب حكومة غير هذه التشكيلة، غير الحكومة التي تأتي من مرجعيات حزبية؟ أنا لا أعترض على هذا الأمر، الكتل النيابية هي التي ستمنح ثقتها لهذه الحكومة، هذا أمر جيد، لكن كان في الإمكان الإتيان بوجوه أفضل ضمن هذه التشكيلة، لأنه نحن فعلا في هذا اليوم نحتاج إلى مجموعة من الوزراء الاستثنائيين الذين يستطيعون ويقدرون على انتشال لبنان من هذا النفق نتيجة جملة من المشكلات المالية والاقتصادية والسياسية والتعقيدات. أقول بكل صراحة أن الجميع سيعمل على حل الأزمة المالية، كيف سنتعاطى مع الدول العربية، كيف سنتعاطى مع صندوق النقد، عملية رفع الدعم. نحن في هذه اللحظات أول ما ينتظره المواطن اللبناني هو تأمين المحروقات، هو تأمين الكهرباء، هو تأمين ربطة الخبز، يعني الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لم تعد موجودة في لبنان. لكن كيف تتعاطى هذه الحكومة مع المجتمع الدولي؟ هذا السؤال الكبير. هناك دعم تلقاه الرئيس ميقاتي من الرئيس الفرنسي ماكرون ومن عدد من الدول العربية من العراق ومن دول الخليج. في حال تمت ولادة هذه الحكومة وانتظمت فإن هذه المساعدات يتلقاها الشارع اللبناني وتلقاها الحكومة اللبنانية. لكن أقول بكل صراحة أن أكثر الأفريقاء داخل هذه الحكومة وتحديدا فريق رئيس الجمهورية سيعمل وسينكب على موضوع الانتخابات النيابية في أيار المقبل. الجميع سيتحدث كيف تتعاطى مع الانتخابات النيابية، ماذا سيحقق في شارعه السياسي، لأن الأنظار متجهة إلى الانتخابات النيابية ومنها إلى الانتخابات الرئاسية وتحديدا في الملعب المسيحي، لأن هناك منافسة حقيقية ستكون بين فريق التيار الوطني الحر الموجود في الحكومة وفريق القوات اللبنانية. طيب سيد عقيل، يعني واحدة من أهم أزمات لبنان حاليا إضافة إلى الأزمة السياسية التي يتوقع أنها انفرجت الآن هي أزمة المحروقات وأزمة الليرة اللبنانية المتدنية. بالتالي هل طرحت الحكومة حتى الآن أي برنامج لمعالجة هذه الأزمات؟ صراحة لم يقدم أي شيء حتى الآن. الرئيس ميقاتي يقول أنه أعد برنامجا لأزمة المحروقات ولموضوع الليرة اللبنانية وانهيارها أمام الدولار، فضلا عن طريقة مقاربته مع صندوق النقد الدولي، لأن نحن المقاربة التي قدمتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب لم تتفق الحكومة على رؤية واحدة ومنهجية واحدة، أي بمعنى كان يمسك مجلس الوزراء أكثر من قبضة. لكن هذه المرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحديدا إضافة إلى كل الفريق الوزاري مطالب بتقديم رؤية حقيقية. أنا لا أستطيع أن هذه الحكومة ستحقق المعجزات، لكن عليها أن تلبي الحد الأدنى من طموحات اللبنانيين والتخفيف من عزباتهم اليومية في المازوت وفي المحروقات وفي الأفراط.
هناك حالة المؤسسات مشلولة عندنا في لبنان زميلي الكريم، المؤسسات لا تعمل، المؤسسات الرسمية لا تعمل، القطاع الخاص وظائف، أعداد كبيرة من الشباب اللبناني تعمل على الهجرة والهرب من هذا البلد نتيجة السياسات الصعبة والسياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة. التعويل كبير على هذه الحكومة، على الوزراء أن يعملوا بكل جدية أن يبتعدوا عن الفساد. لكن ثمة مسألة أساسية لابد من ذكرها، هي موضوع التطبيق الجنائي المالي في مصرف لبنان وفي مؤسسات الدولة. هذا الموضوع يحمله فريق رئيس الجمهورية وسيعمل جاهدا على تحقيقه. سبق أن تم طرحه مع الرئيس ميقاتي قبيل عملية التأليف، كان جواب الرئيس ميقاتي أن هذا الأمر يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا، أي باختصار هناك مجموعة من الألغام تنتظر هذه الحكومة التي يجب أن تعمل على تحقيقها، وإلا سنقع في المجهول ونصب. هذا ما لا نتمناه للبنان. على كل حال أنا أشكرك جدا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رضوان عقل، كنت مع عبر سكايب من بيروت.